الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تم بحمد الله وتوفيقه وصول الدفعة الثانية من لحوم صكوك الإطعام إلى محافظة الوادي الجديد، وهي طن من اللحوم وتوزيعها لمستحقيها ومشاركة التضامن الاجتماعي، وذلك ليصبح ما وصل إلى محافظة الوادي الجديد 2 طن من اللحوم صكوك الإطعام لتوزيعها لمستحقيها. والله الموفق والله المستعان، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بفضل الله تعالى وصلت اليوم الدفعة الثانية من لحوم صكوك الإطعام بحمولة 1 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة. والشكر موصول للسيد صاحب المعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار على هذا المجهود الطيب، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته.